إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله شهر شعبان هو الشهر الموطئ لشهر رمضان المقدم له لذا كان بعض السلف إذا دخلوا شعبان أكبوا على المصاحف فقرؤوها وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان. فلا تفرطوا في صيام ما تستطيعونه في من أيامه اغتناما للأجر لأن فيه فضيلة الصيام ومن حكم صيامه تهيئة النفوس لصيام رمضان. قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما يا رسول الله لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي بسند حسن. عباد الله إن هذا الشهر العظيم اكتنفه شهران عظيمان شهر رجب الحرام وشهر الصيام فاشتغل الناس بهما عنه فصار مغفولا عنه. وفي هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن بعض ما يشتهر فضله من الأزمان قد يكون غيره أفضل منه. عباد الله في شهر شعبان تعرض على الله عز وجل أعمال العبد خلال العام وهذا الأرض غير الأرض الأسبوعي. قال صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنذروا هذين حتى يصطلحا أنذروا هذين حتى يصطلحا أنذروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. عباد الله
إن صيام أكثر شعبان سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لهما: كان يصوم شعبان كله. وقالت رضي الله عنها: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان، بل كان يصله برمضان. رواه النسائي بسند صحيح. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. رواه الترمذي بسند صحيح. عباد الله، إن في صيام شعبان دليل على استحباب إمارة الأوقات التي يغفل الناس عنها بالطاعة، فهو من أشق الأعمال على النفوس، ويحتاج إلى صبر ومجاهدة، وخصص لأهل الصيام باب في الجنة اسمه باب الريان. وأفضل التطوع ما كان قريبا من رمضان قبله وبعده، وذلك يلتحق بصيام رمضان لقربه منه، وتكون منزلته من الصيام بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها، فيلتحق بالفرائض في الفضل، وهي تكملة لنقص الفرائض، وكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده. عباد الله، اشتهر بين الناس حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان، وقد أنكره كبار أئمة الحديث، حتى قال إمام أحمد رحمنا الله وإياه: لم يروي العلماء حديثا أنكر منه. وقال أبو بكر الأثرم رحمنا الله وإياه: الأحاديث كلها تخالفه. وقال الطحاوي رحمنا الله وإياه: حديث منسوخ والإجماع على ترك العمل به. اشتهر بين الناس فضيلة ليلة النصف من شعبان، استنادا على حديث ضعيف، حتى أصبحت عند كثير من الناس في بعض البلدان تضاهي إن لم تتميز على العرش على العشر الأواخر من رمضان، يصام يومها ويحيى ليلها، وبعضهم يصليها في جماعة ويحتفلون فيها، وربما يزينوا بيوتهم، وكل هذا من الأمور المحدثة التي لم يفعلها صلى الله عليه وسلم ولا صحبه ولا من تابعوهم، وهم الحجة لمن أراد سواء السبيل. أما من أحدث البدع في هذه الليلة ونهارها فهم أولى الناس بالبعد عن رحمة الله، وليتهم صاموه بنية أنه من شعبان، أو صاموه بنية أنه من أيام البط، بل صاموه بنية أنه النصف من شعبان، استنادا على حديث ضعيف. وليس هذا مقصورا على ليلة النصف من شعبان فقط، بل قال صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنذر هذين حتى يصطلحا، أنذر هذين حتى يصطلحا، أنذر هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وأعظم الشحناء التي يجب الحذر منها ما تختلجه الأنفس الخبيثة من شحناء على صحب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما تحمله أنفس الروافض على أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة ومعاوية رضي الله عنهم وعامة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم،
كذلك سلامة الصدور على سلف الأمة وعلمائها وولاة الأمر وعلماء الإسلام وعموم المسلمين وإرادة الخير لهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على عظم نعمه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. عباد الله، وينبغي التنبيه على أهمية قضاء ما فات من رمضان بسبب ضيق الوقت، لأن هناك من يكون عليه قضاء من رمضان وحالت ظروفه ومشاغله دون القضاء، ويكون قد نسي أو أنسي، فعليها المبادرة بالقضاء. كذلك فليحرص أهل البيت على أن يذكر بعضهم بعضا بما عليهم من قضاء، وليغتنموا هذه الأيام التي تميزت بقصر نهارها واعتدال جوها وفضيلة شهرها، أعان الله الجميع على ذلك. فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نقمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.